قلنا في الدياجنوسز أهم حاجتين ركزت عليهم، قلت لك حاول إنك أنت تفرق لي هل السنة هذه فايتل ولا السنة هذه نون فايتل، يعني هل السنة هذه بلبل كونديشن ولا بري أبيكال كونديشن. وعرفنا إن السنة الفايتل أكيد حتكون بلبل، باي دكتور هي فايتل، هل في سنة فايتل محتاجة عنده؟ أيوة نعم، السنة اللي فيها الريفرسيبل انفلاميشن الريفرسيبل بلبايتس هي أي نعم فايتل ولكن محتاجة عنده. ولكن الأسنان النون فايتل كل الكونديشن النون فايتل محتاج عنده، بينما الفايتل يفرق لو كان ريفرسيبل قلنا ريستوريشن، لو كان الريفرسيبل اللي هو عنده. عموما أنا اللي مبكري السيناريو كله اللي قلته، قلت إن السكسس ريت والبروغنوسيس يفرق لو كانت الريفرسيبل بلبايتس فريلي وذ بكتيريا ستيرايل كانال، راهو السكسس ريت من 90 إلى 95%. ما تقوليش دكتور كيف هي فايتل وإيرريفرسيبل بلبايتس كيف ما فيهاش بكتيريا؟ نعم دكتور، الدراسات تقول ان حوالي 80% من الاسنان اللي فيها إيرريفرسيبل انفلاميشن رغم ان فيها انفلاميشن حاد مستديم معاش يرجع، ولكن فريلي وذ بكتيريا. والسنة هذه المحبوبة لنا كلنا في علاج العصب، لأنك مهما أخطأت فيها حيكون السكسس ريت متاعها عالي جدا. تمام، وعرفنا أن النكروس السكسس ريت قلنا نزل شوية حتى لل 85-80%. وعرفنا أن البري أبيكال باثوسس بأنواعها سواء كان أبيكال بريدونتايتس أبيكال أبسس وات إيفر شن كان، راو السكسس ريت ينزل حتى لـ 75%. ولو فليرت مني سنة واحتاجت ريتريتمنت راهو محتاجة، راهو السكسس ريت متاحة 65%. تبي سكيلد بيرسون سكيلد دكتور باش يقدر يطلع بها جمبينج من الفيلير للسكسس. اوكي حلو، نجي نبي اهم كريتيريا في التريتمنت بلان. دكتور هل كل اسنان الاندو شغلها زي بعضها؟ هل كل سنة اندو شن ما جتني راهو الخدمة والتريتمنت بلان زي التانية؟ ابدا دكتور، ما عمره كان هالكلام. اول حاجه نبيك تفرق، تحط لي تو لاينز، تحط لي هل سنه فايتل او سنه نون فايتل، باش نعطيك سم بوينتس تركز فيها في التريتمنت بلان بتاعك. ولنفرض ان سنه فايتل، تتوقع ان سنه الفايتل محتاجه افورت وجهد منك اعلى ولا اقل من نون فايتل؟ اكيد اقل، لان يا اما بتكون استيرايل ما فيهاش بكتيريا، يا اما نكروسس فيها بكتيريا ولكن قاعده انسايد ذا كانال ما طلعتش. ولكن السنة البيري أبيكال كونديشن لو مشت لي وطلعت البكتيريا أكتر، راك محتاج إيفورت أكتر ومحتاج كريتيريا مختلفة تماما على السنة الفايتل. واضح الكلام؟ نجو دكتور نبو نشوف الكريتيريا هذو شن هم اللي يفرقوا ما بين سنة فايتل أو نون فايتل، يعني شن ندير بالضبط لو كان هيك وشن ندير لو كان هيك. لو كانت السنة فايتل دكتور، نبيك تركز على بعض الحاجات تفرق فيهم هل بعنا فايتل. الحاجات نسموهم كلهم هيك ان جنرال بصفة عامة، اول حاجة الاريجيشن يفرق، تاني حاجة الفيزيتس تفرق، تالت حاجة الانتيبيوتيك كفرج يفرق، الشيب اوف ذا كانال يفرق، الانترا كانال ميديكيشن يفرق، الانستيزيا يفرق، وحنقوله كل حاجة كيف لو كانت فايتل ولو كانت نون فايتل. نبدو اول حاجة بالاريجيشن. الاريجيشن حيتناول الدكتور محمد وحيغطيه تماما، اني حناخد انشلوا المعلومات اللي تخصني انا بس. دكتور احنا نعرفوا ان ستاندرد اريجنت سوليوشن اللي هو الصوديوم هايبوكلورايد، ونعرفوا ان في ماني تايبس اوف اريجنت سوليوشن زي الاي دي تي اي سوليوشن زي كلوروكسيدين زي عده حاجات. لو كانت فايتل، هي اصلا فايتل معناها ريفرسيبل، هي اصلا دكتور ستيرايل ذا كانال، ستيرايل كانال. باهي دكتور بما ان هي كانت ستيرايل اصلا، هل محتاجة كومبلكس اريجيشن زي لو كانت نون فايتل؟ اكيد لا دكتور. فاول حاجة الاريجيشن يفرق، لو كانت فايتل خود ستاندرد سوليوشن صوديوم هايبوكلورايد تركيزها 2.5%، بينما لو كانت نون فايتل لا، يعلى الصوديوم هايبوكلورايد حتى تركيزها لن يوصل ل 5%، وهذا ستاندرد طبعا اللي موجود. عندي دكتور irrigation ممكن نديرهم غير الصوديوم هايبوكلورايد؟ أيوة نعم عندي، عندي الـ EDTA solution وعندي كلوروكسيدين. طبعا خلنا نعرفوا كل حاجة علاش ما نبيش نتعمق في موضوع يخص دكتور تاني، ولكن باختصار الصوديوم هايبوكلورايد solution دكتور هذا حاجة dissolvent
تدوب في البلب وتقتل في المين مايكرو أورجانيزم. أنا قلت مين مش أولا، ركز. الـ ADTA solution هو solution chelating agent، كان الصوديوم ينحيلي في الأورجانيك هذا ينحيلي في الإنأورجانيك، يحولي في السمير لاير باش يوصل الصوديوم هايبوكلورايد ما تحت beyond the smear layer ويتغلغل أكتر ويوصل في البكتيريا اللي ما قدرش كان يوصل فيها وكانت متدرقة بالدبري ولا بالسمير لاير. هذا وظيفة الإديتا سوليوشن. وظيفة الكلوروكسيدين، وظيفة الكلوروكسيدين وظيفة واحدة، إنه هو قادر على killing of some microorganisms، مش قادر صوديوم هايبوكلورايد على قتلها. أشهرها ستريبتوكوكس فيكالز، وهي نوع من البكتيريا هي المسؤولة على الفيلير. فقلنا أن الكلوروكسيدين مسؤول على بكتيريا معينة قتلها اللي هي ستريبتوكوكس فيكالز، اللي هي تفيلير في العلاج عادة. حلو الكلام. هل أنا لو كانت سنة فايتل محتاج أني ندير هذا كله تريبل إريجن سوليوشن ومش عارف شين؟ لا دكتور، ستاندرد سوليوشن كافي اللي هو صوديوم هايبوكلورايد مع بتركيز أقل 2.5%. بينما لو كانت سنة نون فايتل محتاج تريبل إريجن سوليوشن، محتاج كونسنتريشن عالي والحاجات هذه كلها. الكونسنتريشن دكتور قلنا إن الصوديوم هايبوكلورايد تركيزه اللي يجيني به 500%، 5% بالضبط. لو تبي تخففها كانت السنة فايتل بتخففها، تزيد نفس القيمة عليه مية أو نفس الكمية مية، يتخفف للنص تمام. باي دكتور ما هو نخدم كل الأسنان سواء فايتل ولا نون فايتل بتركيز 5%. حلو عادي دكتور، تبي تشتغل هيك عادي، لكن هم قالوا لك إنه هو ما فيش داعي للتركيز العالي هذا، لأن الصوديوم هايبوكلورايد نعرفه إنه هو إريتنت، ويدلي في إريتيشن، ويدلي في بوست أوبرتيف بين، ويدلي في صم بروبلمز هيك. فقال لك خفف تركيزه شوية لأنك أنت مش محتاج هذا كله. بينما لو كانت السنة نون فايتل تركيزها 5%، تركيز الإديتا 17%، تركيز الكلوروكسيدين 0.200%. عموما فأول فرق في شنيه؟ في الإريجيشن. إذن في فرق ما بين الفايتل ونون فايتل. تاني فرق دكتور في الفيزيتس. لو كانت السنة فايتل حبة ذا، ويستحسن انك انت تسكرها في سينجل فيزيت. علاش؟ لان انت عندك استيرايل كانال، عندك كانال نظيفة ما فيهاش اي بكتيريا، حبة ذا انك ما تخليهاش بالتي اف، لان التي اف بعد 3-4 ايام تطيح وتريح لك كونتامينيتد، فما تضحيش بها الميزة اللي كانت عندك وسكرها في نفس الجلسة. بينما لو كانت السنة نون فايتل، لا انت عندك بكتيريا الكونتامينيشن، وعندك بكتيريا بيوند ذا توث، وعندك عدة مشاكل. فكل ما تدير عدد جلسات اكتر وتنظف اكتر وإريجيشن اكتر وكلينينج اند شيفينج اكتر، كل ما يكون احسن. من شروط الاوبتوريشن ان الكانال اسيمبتوماتيك، يعني ما فيهاش باد اودر، ما فيهاش بص، ما في دراي، كومبليتلي دراي. حلو الكلام. من الفروق الثانية ما بين الفايتل والنون فايتل انتيبيوتيك كفرج، والموضوع هذا مهم هلبة. لو كانت السنة فايتل نيفر انك انت تعطي انتيبيوتيك. علاش تعطي فيه؟ هي اصلا استيرايل كانال، هي اصلا جاست انفلاميشن، بتحول البلب وانتهي الموضوع وتسكر. لكن لو كانت نون فايتل الموضوع هذا يبي اسسمنت، هل في انفكشن انتشرت شوية ومشيت لي بيوند ذا ايبكس ودارت لك شوية إذن غالبا النون فايتل محتاجة انتيبيوتيك كفرج، وانت تشتغل ضروري توصف معاك انتيبيوتيك. الفرق اللي بعده الانترا كانال ميديكيشن. احنا نعرفوا ان احيانا نحطه ان بتوين ما بين الجلسات، نحطه في انترا كانال ميديكيشن. من اشهر الانترا كانال ميديكيشن اللي هو الميتابيكس ولا النونسيتينج كالسيوم هيدروكسايد، فنحطه فيه از بالييتيف انتيسيبتيك، حاجة كويسة. لو كانت السنة فايتل مفيش داعي لهالكلام، لكن لو كانت السنة نون فايتل ممكن انك عندك تحطها، ولكن اخر جايد لاين قال ان الانترا كانال ميديكيشن نوت نيسيسري، معاش يحبوا ان هم يحطوه، ولو حطوه يحطوا فيه كورونا لي بس باش ما يديلكش بعد تالي مشاكل. لو حطيته ابيكالي احتمال يديلك راديو اوباسيتي حوالين الايبكس، ومعاش تعرف الوركينج لينث بتاعك وانت تحول فيه.
نجولي آخر حاجة فرق ما بين الفايتل ونون فايتل هو الأنستيزيا. لو السنة أصلا كانت نون فايتل أنت مش محتاج كجلسات أولى أنك أنت تدير أنستيزيا، لأن هي أصلا ما فيهاش أي بلب، فلذلك الفايتل محتاجة أنستيزيا والنون فايتل مش محتاجة أنستيزيا. جميل. فهذا أهم كريتيريا في تريتمنت بلان، ضروري تفرق بينهم كويس دكتور، لأن كل واحدة تفرق على الثانية تماما. واختار الكريتيريا الصحيحة اللي مناسبة للحالة متاعك باش تطلع بريزولت انت راضي عليه. وما ننسوش ان المواضيع هذه كونتروفيرجل ما بين السكولز، في ناس يقولك لا اوصف، في ناس ما توصفش. اعطيتك انا الريكومنديشن اللي جايب منه، وتقدر تبحث في الامور هذه براحتك. نجوب على التالي دكاترتنا للموضوع الثاني اللي هو البين كنترول. موضوع مهم هلبا وقنين، كيف تقدر تسيطر على الألم ما قبل العلاج وأثناء العلاج وما بعد العلاج؟ In simple way، ببساطة جدا، ما قبل العلاج دكتور باش تسيطر أنت على الألم، حالات الأكيوت بالبايتس، ركز فيها، حالات الأكيوت بالبايتس عندهم ديما سيفير شارب بين، مهما قعدت تعطي في أنستيزيا وانت بتشتغل مش حيفلق معاك البنج، وحتلقى روحك احيانا دسمس للمريض وتقول له روح لانك معاش قدرت شنو تدير له. فهنا نعطيك تريك صغير before the procedure تقدر تدير به pain control، ومجرد ما بتبدا تشتغل تلقى الانستيزيا افكتيف معاك. شنو تدير؟ تعطي دكتور ايبوبروفين 600 ميلي جرام قبل البروسيجر بساعه. احنا نعرفوا ان الايبوبروفين هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، هو اصلا ما ليش افكت كبير، ولكن مجرد ما تعطي الانستيزيا حتلقى الانستيزيا افكتيف، لانك انت عاطي قبلها نوع من الانالجيزيا فحتلقى الامور احسن معك. فهذا بيفور. شن تعطي؟ تعطي ايبوبروفين 600 ميلي جرام قبل التريتمنت بساعه، لان الاكيوت بالبايتس دكتور الم عنيف مستحيل تقدر تسيطر عليه ولو بالانستيزي. تمام. نجو ديورينج، حط في بالك حاجة دكتور وانت بتشتغل، ما دام جايك بشارب بين اكيوت بالبايتس الالم العنيف هداك، ابدأ علي طول بتو كربولز، الكربولة الوحدة مش راح ادير شيء، علي طول ابدأ بتو كربولز، وهذا برضو من الريكومنديشن اللي يقولوا عليه. حلو. باهي ديورينج شن نقدر ندير حاجة تانية دكتور؟ في عدة حاجات تقدر تسيطر بها على الألم during procedure، أولهم أنك أنت تبدأ بتو كربول. خلي بس نتطرق لحاجة صغيرة، احنا نعرفوا أن لو أعطيت بلوك راك حتستنى 10 دقائق ربع ساعة لين يبدأ الإفكت متاعها، بينما لو أعطيت infiltration راك حتستنى just 1 minute ولا تبدأ immediately على طول، لأن الإفكت متاعها يبدأ الأونست within 30 seconds. الديوريشن متاع البلوك يقعد ساعتين ثلاثة، بينما الديوريشن متاع الانفلتريشن يقعد ساعة لربع. فلو عطي انفلتريشن وطولت الجلسة بعد ساعة لربع، اعطي انفلتريشن تاني، ما تنساش، ما تخليش البيشن within pain. تعال معي لديورينج. قلت لك ديورينج دكتور، اول حاجة لو تبي تدير مانجمنت للبين هذا ودير بين كنترول، اول حاجة ديرها اعطي تو كربولز، وات ايفر شن ما كانت، انفلتريشن ولا بلوك، اعطي تو كربولز باش ما تقعدش تستنى وتلقى ان الانستيزيا نوت افكتيف. اعطيت تو كربولز وبعد تالي جيت بديت تشتغل دكتور، ولقيت ان مازال في الم للأسف، وهذه هل بتواجه فينا المشكلة هذه، نلقوا ان مازال في الم والالم ما اختفاش. في الموضوع هذا دكتور بتمشي لحاجة تسمى supplemental anesthesia، أنستيزيا مساعدة أو حاجات مساعدة باش تقدر تكمل باقي شغلك. من ضمنها الحاجات هذه، وأكثر حاجة محبوبة جدا عند دكاترة علاج العصب، اللي هي intraligamentally anesthesia. intraligament تعطي أنستيزيا في BDL. من شروط الأنستيزيا هذه دكتور إن تكون في الزوايا الأربع، four corner four زوايا الأربع، ميزيوبكال ديستوبكال ميزيولينجوال ديستولينجوال، أعطي في الزوايا هذه. وين بالضبط؟ في الانترميدلري سبيس، يعني في البي دي إل ما بين الألفلر بون وما بين التوث.
من شروط الأنستيزيا هذه ضروري against pressure، ضروري وانت تعطي فهرة وفي بريشر قدامك يقاوم فيك، اتني ندل شوية واعطي في الكورنر هذه في الاربع زوايا against pressure. لو ما فيش بريشر اعرف انك انت مش عاطي في المكان الصحيح. تمام. من عيوب التكنيك هذا دكتور ان عندها post operative pain غريب، ولكن عادي ما يهمنيش، المهم أنا نكمل التريتمنت متاعي توا صحيح. قداش نعطي بالضبط؟ few drops في كل كورنر، few drops just. لو أعطيت intraligament دكتور وقاعد مش effective، ما دارليش أي نتيجة، طبعا هذا intraligament تخش في BDL بالضبط وتعطيه في الوقت الحالي BDL injecting gun، في gun خاص هيك لأن هي pressure تبي شوية ضغط، ممكن تلقاه في العيادة وممكن ما تلقاه. لو انك ما لقيتهاش عادي جدا تقدر تعطيها حتى بالندر العادية، ولكن اثنيها باش تقدر تدير البروشر بها وتضغطها. لو انك تو نتكلم ديورنج، لو انك انت دكتور اعطيت الحاجة هذه وما فيش فايدة، في حاجة تانية ممكن نعطيها انترا بلبل، اللي هو تحصل الدروب في البلب تشامبر، مجرد ما تحصل الدروب هذا تحط فيه الانستيزيا وتعطاها وذين بريشر، نفس الكلام فيو دروبس حيتخدر البيشن تماما، ولكن هيهاتة انك انت توصل وتدير دروبس. احيانا لو انك انت ما وصلتش ودرت دروبس وفي نفس الوقت اعطيت انتراليجامنت وما فيش فايدة، في دكتور حاجة تانية نعطيها في تريكة جنينة هلبة، اللي هي تاخد كربولة ارتيكاين وتعطيها انفلتريشن، حتى لو كنت عاطي بلوك للور 6 ولور 7 تعال اعطي انفلتريشن بارتيكاين تركيزها 4%. الانفلتريشن هذا شن راح يدير؟ حيقوي الاكشن متاع البلوك، فحتلقى البيشن يعني ريليف من البين، حتلقاه خلاص كويس within minutes. الطريقة الاولى during intraligament، وممكن intrabulbal لو وصلت في البلب، وممكن infiltration. باي دكتور lower 7 مش فيه cortical plate ومش فيه بكر شلف اريا، ايه دكتور اعطي انفلتريشن وحيقوي الافكت متاع النيرف بلوك. بشين الانفلتريشن؟ بارتيكاين، لان نعرفوا ان الانستيزيا عاديه الليدوكاين تركيزها 2%، بينما هذه ارتيكاين تركيزها 4%. ابحث عليها حتلقاها افكتيف معك. اخر حل لو انك انت اعطيت هذو كلهم سبليمنتال انستيزيا وما لقيتش طريقه تخذر بها المريض، اخر حل حاجه تتسمى انترا اوشيوس انستيزيا. الانترا اوشيس هذه انك انت تفتح انسجن صغيرون جدا، الانسجن هذا يندار دير في دريل صغير، الدريل هذا تنعطى فيه الانستيزيا within trabeculae داخل العظم خلال ثواني، effective قاتل most effective anesthesia. لكن ضروري قبلها اكيد عطي infiltration باش تقدر تدير هالتكنيك. هو طبعا التكنيك هذا ضروري ينعطى في كل الاسنان، ركز معي فهيا، في كل الأسنان مفروض ينعطى ديستل إلا للأبر 7 واللور 7 ينعطى ميزيال اللي هو الانترا أوشيوس أنستيزي. نجيب على التالي لموضوع البوست أوبرتيف بين. دكتور موضوع البوست أوبرتيف بين، هل في ألم بعد علاج العصب؟ وهل ديما الألم هذا؟ وهل الألم هذا نقدر نتحكم فيه؟ وهل هو مخيف وإلا مش مخيف؟ البوست اوبرتيف بين دكتور موضوع طبيعي جدا، مفروض انت تسبق للمريض وتقول هو لا قبل ما هو يشعر به، تقول لا راهو انت حاليا جيتني بسنة نكروتك ما فيهاش الم، مجرد ما بترجع للحوش راك حتحس بالم، حيستمر يوم يومين ثلاثة واتيفر وحيختفي. تبي تاخذ انالجيزك احتياطا خود معاك، ما تبيش الامر طبيعي وراهو ما تخافش منه وحيختفي بروحه. امتى الالم هذا يصير؟ يصير بعد الانسترومنتيشن، يصير بعد الاوبتوريشن، فهو طبيعي جدا. قداش يستمر؟ حوالي 3 ايام، ممكن يستمر لاسبوع لكن ما يفوتش في الاسبوع عاده البوست اوبرتيف بين. اللي نبي ننبهك عليه انك انت توصي المريض وتحكي له عليه، حتقول له حتحس بالسنه عاليه شويه، مجرد ما تضغط عليها في تندرنس والموضوع طبيعي. لو جاك الجلسة الثانية تعود لنفس الكلام، راهو عندك حتى اليوم بتحس لمدة 3 أيام، وهكذا لين نكمل علاج العصب متاعي. كيف نتحكم فيه؟ بالأنالجيزك،
be self confidence of yourself, يعني ما تخافش جدا وخلي الموضوع طبيعي، راهو ما فيش ولا حاجة حتأثر وهذا موضوع طبيعي جدا. نجو دكتور تولي موضوع هلبة شيق اللي هو الصوديوم هايبوكلورايد أكسيدنت. الصوديوم هايبوكلورايد أكسيدنت دكتور والفليرب شين الفرق ما بين بعض؟ الزوز سويلينج، تمام، الزوز سويلينج هذا فليرب وهذا صوديوم هايبوكلورايد أكسيدنت. الزوز فيهم براوزنس هيكي في التشيك أحيانا وتلقى انفاخ في العين وتلقى عادي، ولكن شين الفرق؟ لو صار لك السويلينج هذا وانت تشتغل اثناء الشغل هذا يتسمى صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، هذا نتيجة الصوديوم هايبوكلورايد، صار لها اوفرلودينج طلعت بيون ذا ايبكس ودارت لي اريتيشن البيري ابيكال تيشو والاميون ريسبونس اكزاجيريتد اميون ريسبونس فسبب لي السويلينج هذا اثناء البروسيجر. لو ان المريض روح للحوش وصار الانفاخة هو هذا يتسمى فلير اب، واسباب الفليرب مش بالشرط يكون صوديوم هايبوكلورايد، ممكن يكون اريتيشن ليت اريتيشن بالصوديوم هايبوكلورايد، وممكن يكون اوفر انسترومنتيشن، وممكن يكون بكتيريا لودينج نزلت شويه بيون ذا ايبكس، وممكن عده حاجات تدي لي الفليرب. انا نبي كيف ندير مانجمنت لكل واحده منهم. لو جتني الصوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت وانا على تشير دكتور، اول مانجمنت تديره reassure of yourself، مش للمريضة، لنفسك. reassure of yourself لأن الموضوع طبيعي جدا وحيختفي. تاني حاجة reassure of your patient، طمن مريضك. تالت حاجة الحق الصوديوم هذا بسيرنج فيها سلاين ولا فيها distilled water بحيث انك انت تخفف من تركيزها شوية، ولكن للأسف السويلينج هذا مش راح يختفي، حياخذ ايامات 3 ايام وباذن الله يختفي. فشن ندير؟ reassure of your patient، الحق الصوديوم هذا بنورمال سلاين ولا بديستلد ووتر، بالاضافه انك انت تقدر توصف اي حاجه انتي انفلاماتوري نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، حاجه تخفف الالم وتخفف الانفلاميشن، لان اللي صار دكتور جاست انفلاميشن. رد بالك توصف أنتيبيوتيك، الموضوع ما ليش علاقة نهائي بالأنتيبيوتيك، ولا كان أصلا البكتيريا لها سبب في الصوديوم هايبوكلورايد أكسيدنت. كيف نتجنبه؟ توي يتناول أكيد دكتور محمد قريش، تتجنبه بسايد فينتينج نيدل، بتكنيك معين في الإريجيشن، بعدة حاجات. ولكن لو صار لك طمن مريضك وما فيش أي حاجة. في ناس توصف في ستيرويد، احنا نعرفوا أن ستيرويد تنقص في الإنفلاميشن لأنها تنقص في الإميون ريسبونس، ولكن الأمريكان أسوشيشن أوف إندودونتستس حضرت الموضوع هذا لأن نعرفوا أن ستيرويد يدير لي عدة مشاكل من ضمنها أدرينال إنسافيشنسي، أتروفي في الأدرينال جلاند، ومشاكل هرمونات وهكذا. فديما بعد على ستيرويد، بتوصف أوصف نان ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج أز بين كيلرز أز أنتي إنفلاماتوري، واضح. نجوب على التالي للفلير أب. روح المريض من عندي ما في شيء، الأمور زي الفل. كلمني في الليل قال لي دكتور أنا راهو انتفخت وراهو عيني انتفخت وراهو راح وجهي أزرق وراهو مش عارف شني وراهو. reassure of your patient، تحكي له ان الموضوع بياخذ 3 ايام، هيك حياخذ 3 ايام. شن تقدر تعطي؟ تقدر تعطي مسكنات وانتي انفلاماتوري. شن سببه؟ مش معروف، ممكن يكون صوديوم، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون اوفر انسترومنتيشن. 3 ايام بالتمام والكمال وباذن الله complete remission، وهذا الفلير اب.